أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا لهذا اليوم بعنوان المجسمات. سوف نتعرف على عائلة جديدة من الأشكال، وهي الأشكال ثلاثية الأبعاد، وتسمى هذه المجسمات. وهذه الأشكال ثلاثية الأبعاد لها طول وعرض وارتفاع وحجم، مثل الاسطوانة، المخروط، الكرة، المكعب، متوازي المستطيلات، والهرم. والآن سوف نتعرف على خصائص كل مجسم من هذه المجسمات. هيا بنا. هذا المجسم، ما اسم هذا المجسم؟ فكروا قليلا. نعم، أحسنتم، إنها الاسطوانة. الاسطوانة مجسم، سوف نتعرف على خصائصه. واحد، ليس له حروف. الاسطوانة ليس لها حروف، وتعرفنا سابقا على أن الحرف أو هو القطعة المستقيمة، الحرف أو الضلع هو القطعة المستقيمة. إذن الاسطوانة ليس لها حروف. اثنان، ليس لها رؤوس. الاسطوانة ليس لها رؤوس، ولقد تعرفنا سابقا على أن الرأس هو التقاء ضلعين مع بعضهما البعض يكونان زاوية. ثلاثة، الاسطوانة لها وجهان. الاسطوانة لها وجهان، وجه في الأعلى ووجه في الأسفل. شكل الوجه للاسطوانة دائري. أحسنتم، إذن الاسطوانة لها وجهان في الأعلى وفي الأسفل، وشكل الوجه دائري. مثال على الاسطوانة: اسطوانة الغاز، علبة البيبسي. أحسنتم. والآن ننتقل إلى مجسم آخر. هل تعرفون هذا المجسم؟ ما اسم هذا المجسم؟ يحبه الكبار والصغار، يحبون اللعب فيه. أحسنتم، إنها الكرة. سنتعرف على خصائص الكرة. الكرة ليس لها حروف، ليس لها رؤوس، ليس لها أوجه. مثال: كرة القدم، البندورة، والبرتقال. أحسنتم. والآن ننتقل إلى مجسم آخر لنتعرف على خصائصه. من يعرف ما اسم هذا المجسم؟ أحسنتم، إنه المخروط. لنتعرف على خصائص المخروط. المخروط ليس له حروف، له رأس واحد في الأعلى. أحسنتم. المخروط له وجه واحد في الأسفل. أحسنتم. شكل الوجه دائري. أحسنتم، بارك الله فيكم. والآن مثال على المخروط. قبعة أعياد الميلاد شكلها شكل المخروط، والبوضة اللذيذة أيضا شكلها شكل المخروط. والآن ننتقل إلى الكتاب. أسمي كل من المجسمات الآتية: كرة، مجسم الكرة. اثنان، اسطوانة. ثلاثة، المخروط. أحسنتم. انظر إلى المجسمات أدناه ومقابلها شكل الوجه المضلل. ننظر إلى مجسم المخروط، ننظر إلى وجه المجسم وهو الملون المظلل باللون الأخضر. إنه ما شكل الوجه؟ إنه شكل الوجه دائري. المجسم الثاني اسطوانة. الاسطوانة لها وجهان، وجه في الأعلى ووجه في الأسفل، وشكل الوجه للاسطوانة دائرة. أحسنتم. والآن ننتقل إلى الصفحة المقابلة. أملأ الجدول الآتي لكل من المجسمات الآتية. هذا الجدول يجب عليكم يا أحبائي الأطفال حفظ خصائص كل مجسم. يجب أن تحفظ هذا الجدول جيدا. سوف نتكلم في هذا الجدول عن ثلاث من المجسمات: المخروط، الاسطوانة، الكرة. اسم المجسم الأول: المخروط. عدد الرؤوس: رأس واحد في الأعلى. عدد الأحرف: لا يوجد للمخروط أحرف.
عدد الأوجه له وجه واحد وشكل الوجه دائري. أحسنتم. المجسم الثاني الإسطوانة، عدد الرؤوس لا يوجد للإسطوانة رؤوس. عدد الأحرف لا يوجد للإسطوانة أحرف. عدد الأوجه للإسطوانة وجهان، وجه في الأعلى ووجه في الأسفل، وشكل الوجه دائرة. أحسنتم. والآن ننتقل إلى المجسم الثالث وهو كرة. الكرة عدد الرؤوس لا يوجد لها رؤوس. عدد الأحرف لا يوجد لها أحرف. عدد الأوجه لا يوجد لها أوجه. أحسنتم، بارك الله فيكم. والآن ننتقل إلى السؤال أسفل الجدول. هيا أفكر يا عبقري، أسمي المجسم فيما يأتي. مجسم له وجهان دائريان، ما اسم هذا المجسم؟ هيا أفكر. أحسنت، إنه إسطوانة. ننتقل إلى السؤال الثاني. مجسم له وجه دائري واحد ورأس واحد، ما اسم هذا المجسم؟ أحسنت، إنه المخروط. والآن السؤال الثالث. مجسم ليس له أوجه ولا رؤوس ولا أحرف، هل عرفتموه؟ أحسنتم، إنه مجسم الكرة. بارك الله فيكم. ها قد وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم. لا ننسى أحبائي الأطفال الواجب البيتي، وهو حل تمارين الكتاب صفحة 68 زائد صفحة 69. نستودعكم الله، وإلى اللقاء.